غالبا تعلمنا ونحن وصغار انه في واجب لازم نأديه، ودائما ما حسينا بمتعة انه نبوس ايد الناس الغاليين علينا. انا من الناس اللي رب العالمين عطاني حب كتير كبير بقلبي وبعرف اعبر عنه. لما بس ايد الست وردة حسيت بمتعة ما ممكن تتخيلوها. وانا عن جد انه بحس حالي بكبر كتير لما بتصرف هيك تصرف. فانا هلأ اليوم بوسي على ايديك وبوسي على جبينك وبوسي على خدك وبموت عليك يا الله يخلينا يا عزيزي. وعلي يا حب العيني جيالك هوا مش للرموش تخفي من اسم هوا على عيني. وعلي يا حب العيني جيالك هوا مش للرموش تخفي من اسم هوا على تاريخ وطيبة وإنسانية ما قابلتها بحياتي. بشكركم بشكرك إن شاء الله كل سنة وإنتي سالمة. الله يخلينا يعني. وبتمنى لكم كل التوفيق وكل الاستقرار وكل السعادة من كل قلبي. بشكركم على هالليلة اللي هديتوني إياها.